احنا وانتوما كيف كيف، نهار اللي تولوا تشوفوا روحكم باللي احنا وياكم كيف كيف، نهار اللي ما يشوفوش روحهم فوقنا امبوسيبل. جزائر كبيرة عليك ماكرون. مصادر إعلامية: الجزائر تحضر لتسليط عقوبات قاسية على فرنسا في شتى النواحي الدبلوماسية والاقتصادية. وكد الثقافية ستعلن عنها خلال الساعات القادمة بما في ذلك إعلان السفير الفرنسي شخص غير مرغوب فيه، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي لدولته في الجزائر، تجميد استيراد مواد هامة من فرنسا، وقطع العلاقات التجارية بين البلدين. للإشارة، فإن الشعب الجزائري يبدي تجاوبا كبيرا مع حملة المقاطعة للمنتوجات الفرنسية التي شنتها صفحات فيسبوكية كبيرة. زيرتو، كلنا نقاطع المنتوجات الفرنسية. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.